يا عم سيب البت تتجوز، انت هتقعد تدق لها خرجاب ايه ولابسه ايه وعامله ايه؟ خليها تتجوز يا عم. السلام عليكم ورحمة الله، معاكم محسن من قناة عيشة في سلام. موضوعنا اليوم عن خليها تتجوز، بمعنى ناس كتير بشوفهم، يعني الموضوع بقاله فترة، مش حاجة حديثة أو كده، لأ ده الموضوع ده من زمان. دايما بتفكر الأم أو الأب إن البنت لما بتخرج في الشارع مبينة حاجة من جسمها، مبينة حاجة من شعرها، لابسة ضيق، حاطة برفان معين، هي كده هتجيب عريس. الفكر الطايش اللي دايما بنفكر بيه، ودايما بينسوا دينهم وبينسوا ربنا قال ايه، بينسوا الرسول عليه الصلاة والسلام قال ايه. الناس دي في غفلة ومش دارية بنفسها ومش دارية ايه اللي ممكن يقع عليها قصاد اللي بيعملوه ده، ومفكرين ان هما كده هيجيبوا عريس، مش عارفين شكل العريس اللي هيجي ورا الطريقة اللي خارجة بيها بنتهم هيبقى شكله ايه. فدايما لما نيجي نتناقش مع حد يكون مثلا بنته خارجة بلبس مش كويس، او واحد مشي بنته بطريقة مش كويسة او لبس مش كويس، او من غير طرحة ولا سايبة شعرها، وبالذات في الافراح تلاقي بقى كل واحدة صاحبتها بقى راح متجوزة، او حد قريبتها راح متجوزة، يلا يا بنت حط عينك على الواد ده ومش عارف ايه، واقعدي اتكلمي معاه وهزري معاه، خليكي فرفوشة كده ما تبقيش مقفولة، وروح اتكلمي معاه وضحكيه ولطفيه وهزري معاه، ده ابن خالتك لسه جاي من بره، يلا الحقي اخطفيه. ايه اللي بيحصل ده؟ وللاسف في بنات ساعات اساسا كمان مش محتاجه توصيه من الاهل، بيبقوا قايمين بالواجب لوحدهم. احنا ما عهدناش البنات بالاسلوب ده وبالطريقه دي قبل كده واحنا صغيرين، الوضع اختلف بطريقه مش طبيعيه. كان الاول الولد هو اللي بيعكس البنت، برضه حاليا البنت بقت هي اللي بتعكس الولد، ونرجع بعد كده في الاخر ونشتكي، نقول احنا ليه بناتنا بتحرشوا بيهم ومش بتحرشوا بيهم، ما انتوا بتدوا الاسباب. في ناس هي تقول لي لا، ما في ناس بتحرش بمنتقبات وبتحرش بناس محجبات، دول ناس مرضى، في شباب مرضى، دول حاجة تانية. انا بتكلم على الناس الطبيعية، لكن سواء الناس اللي بتتحرش باي حد، دول في ناس مرضى، ناس يعني بيرضى ان هو بيعمل اي شيء في اي بنت ماشية في الشارع بالطريقة دي، يبقى موافق كده على والدته، يبقى ده انسان مش كويس، ده اساسا انسان مش طبيعي نفسيا، اساسا مش طبيعي. لكن انا بتكلم في الطبيعي، يعني في فرق لما اكون انا اخده بالاسباب ومتحجبه وماشيه بمرضي الله، واحد جاي هو مش طبيعي عشان بيعمل حاجه زي كده، غير لما نديله الفرصه ان هو يعمل كده. ممكن سبحان الله ربنا حافظ، ممكن واحده تكون ماشيه محجبه او منتقبه، سبحان الله ربنا هو اللي يحفظها من عنده. تمام، بيبقى فيه أسباب لازم نخلي بالنا منها. فبالله عليكم، والناس حتى برضو المحجبات اللي دايما مطلع حتة من شعرها، ايه غيتك في ان تطلع حتة من شعرك؟ خلاص لابس الحجاب ليه؟ عايز تبين للناس او للشباب انا شعري حلو، خلاص اقلع الحجاب بقى، ما تبينت حتة من شعرك بين شعرك كله، ما عادتش فرقة. بلاش الحتة بتاعت تطلعت الشعر دي، او الناس يقولوا طرحة الاسبانش لتبقى مبينة الرقبة، هو ده حجاب ايه؟ او تبقى محجبة ولابسة لي بنطلون، ده حجاب ايه ده؟ ملوش لازمة الحجاب بالطريقة دي، ملوش لازمة الحجاب. اذا ما كنتش تحترم حجابك وتلبسيه بما يرضي الله، يبقى ملوش لازمة، يبقى انت كده بتدي قدوة وصورة سيئة لدينك. نصيحة، راجعوا نفسكم في النقطة دي. اللبس الضيق للأسف في ناس بتبقى محجبة وكل حاجة، بس لابسة لها عباية وضيقة عليها ومفسرة كل التفاصيل، ايه لزومه؟ يبقى انت محجبة ليه لما تمشي ومبينة كل تفاصيل كل حاجة فيك؟ ايه اللي انت كسبتيه دلوقتي؟ بالعكس هتبقى أسوأ كمان من اللبسة عريانة. لابسة عريانة خلاص، هي خلاص زي بيقولوا ايه، يعني عينيها واسعة ومش فارق معاها. كان انت محجبة وبتسيري لحجابك، وكمان بتسيري الناس اللي ماشية، ايه لزومه؟ طبعا ربنا امرنا بغض البصر، بس في مسببات لازم نخلي بالنا منها. ولما بتساعدي انت على معصية بيبقى جزائك الضعف وعذابك بيبقى الضعف،
فانت هتستفيد ايه؟ هتفرح بنفسك في الدنيا بس والله نهايتك مش كويسه في الاخره. في العمل دايما لو في اماكن مختلطه، وطبعا ضد حته العمل في الاماكن المختلطه الا بحدود، يعني مثلا ما يكون في انعزال الرجال عن النساء، تمام، الا ما رحم ربي. ساعات في ظروف بتحكم في العمل، بس ما دام المراه باحترامها وصاينه حجابها وصاينه نفسها بتتعامل بادب، ايه المانع ما دام هي صاينه نفسها؟ لكن للاسف بنشوف احيانا كتير واحده في الشغل بتتعامل ايه لزميلي في الشغل، ويا هزار ويا خبط ويا، فين جوزك؟ فين اخوكي؟ فين انت من نفسك؟ فين دينك؟ اللي معلش تقعد، لا يا عم احنا بنهزر. بنهزر بنهزر ازاي يعني؟ في اي دين انت بتتكلمي؟ انت المفروض واحده مؤمنه او مسلمه، ما ينفعش خالص ان انت تعملي ده. ايه بتهزروا؟ تعالي تصيحات بالضحكات، ضحك ضحك بطريقه هستيريه مش كويسه، كل ده سيئات انت بتاخديها. لازم يكون في احترام في طريقه الكلام، كلام على قد العمل. خلاص في ظروف معينه حكمت عليك انت تشتغلي، يبقى الكلام بحدود في خصوص، ويعني ما يتعداش حدود العمل. مش نخش بقى في تفاصيل شخصيه، وجوزي جاب لي وجوزي عمل لي، وده احنا كنا امبارح مش عارف رايحين فين، وتقعدي تحكي مع زميلك في الشغل. ده خلاص ما عادش زميلك في الشغل، خلاص هو دخل جوه حياتك. بل بالعكس، ممكن يكون انسان مش كويس ويبدا يقلبك على جوزك، وساعتها تبقى كارثه، دخلت شيطان بينكم. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي بحب انصح بها كل واحده بتشتغل في عمل مختلط مغصوبه عليه لظروف عملها. لازم يكون في حدود بينك وبين زميلك في العمل، على قد الشغل، على قد الحاجه اللي انتوا بتعملوها في الشغل. لكن اكتر من كده كل مدى بتزيد في ملف سيئاتك. كلامي برضو دلوقتي للناس، الاهالي بقى نفسهم بقى، سواء الاب الاخ الزوج اللي بيخرج مراته او الخطيب. اسف طبعا في عرفنا عامه واحد خارج مع خطيبته، بيعجبني اول راجل يبقى خارج مع خطيبته لقاها بس مجرد انها لابسه ضيق او حاطه ميك اب بقى، ولا كسانه خارجه مع خطيبي فلازم ابان حلوه. بيعجبني جدا الراجل الشهم اللي بيخاف على اهل بيته، ممكن ينهر خطيبته في الوقت ده ويقول لها اتفضلي غيري هدومك دي. ده في وجهه نظري الراجل الصح. في ممكن خطيبته تتضايق منه، انت ازاي يعني انا عماله بتزوق وعمال اعمل كل ده عشان اخرج معاك وانت جاي تقول لي الكلام ده؟ تزعل تزعل. ولو وصلت المرحله ان توصل لانفصال اذا ما وافقتش على الكلام ده، مع الف سلامه، ربنا يهديها ويرزقها بحد تاني. انت بتختار ام لعيالك، انت بتختار ام لعيالك. اذا ما كانتش من الاول تختارها واحده بتخاف ربنا محافظة على صلاتها، حتى لو يعني ما بتحافظش على صلاتها، بس واحدة واحدة طبعا برضه، ما بتكلمش برضه ان يبقى الموضوع بشدة وقفش، يعني مثلا ممكن تكون واحدة متربية وبنت حلال، بس للأسف ممكن يكونوا غايبين عن الدين. أنا يعني بشوف ناس كتير برضه، عشان ما حدش ينتقد الكلام، في ناس بتبقى غايبة عن الدين بس تربيتها كويسة، بس ما عندهم نص، هم طلعوا كده، طلعوا ما فيش حد وعاهم على دينهم. ما فيش مانع ان انت تاخدها باللين لو انسانه فعلا تربيتها كويسه، حتى لو مش لابسه حجاب، تمام، بس اتقدمت لها وربنا كرمكم، خدها باللين واحده واحده، ابدا حببها في الموضوع، تمام. اذا لقيت منها رجا ان هي فعلا حابه الموضوع وتتعلم وتبدا خلاص ان هي تلتزم بدينها، على عيني وراسي اكمل معاها. مش هتلتزم يبقى ربنا يصلح لها حالها، لان دي بدايه حياه ليك انت كرجل، وانت بتجيب اساس لاولادك ان هم يتعلموا الصح. في فرق بين حد مؤمن بيعلم ولاده الصح ودينه ايه واسلامه ايه، بين واحده معلش ملهاش دعوه بدينها كل حياتها الدنيا بس وخروجات وفسح وكلام من ده، ولا صلاه ولا صوم ولا اي حاجه. فلازم لازم لازم اللي بيخطب واحدة لازم يتأكد كويس جدا ان هي ليها امكانية ان هي تبقى معاك كويسة متدينة،
وان هي قابلة برضو انها تسمع كلامك وتبقى متدينة وتتحجب لو مش متحجبة. لو اتأكدت من كده 100% توكل على الله وربنا يسعدكم ان شاء الله. برضو الراجل اللي بشوفه الاب او الاخ الاقيه منزل بنته وهي نازله قدامه كده ماشيه بقى مش عايز حاجه ونازله على شغلها او نازله على يعني عامه خارجه مع اصحابها وشايفها خارجه حاطه برفان حاطه مش عارف ايه لابسه ضيق وسايبها ونازله عادي. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا يدخل الجنه ديوث، الديوث هو الذي لا يخاف على اهل بيته. انت متخيل انت مش هتخش الجنه لو سبت اهل بيتك يخرجوا كده، او ان لقيت اهل بيتك داخل عليهم حد راجل غريب او كده وانت ما بتغيرش عادي، ده ابن خالها ابن عمتها ده صاحبني ده صاحبي في الشغل، دي كارثه كارثه بجد. بنتقد الناس الابهات او الاخوات الصبيان لما يشوف اخته نازله لابسه ضيق ولا مش عارف حاطه ميك اب ولا حاطه ايه وما بيقولهاش حتى انت لابسه كده ليه ونازله عادي عادي ما بتعمل زي البنات، ما فيش حاجه اسمها زي البنات. الخطيب اللي يبقى ماشي مع خطيبته وفرحان قوي يقول لك اصل انا عايز الناس تقول ده انا خاطب مزه وراح اتكلم مع اصحابه، ده خاطب واحده ايه، ولا اللي متجوز واحده برضو نازله رايحه جايه بالبرفان قدام الناس وعادي عشان فرحان فرحان بيها فرحان بيها يا اخويا، ده كنت اول سبب دخولك جهنم انت فرحان بايه؟ فرحان بايه؟ انت متجوزها ليك ولا متجوزها للناس؟ الراجل اللي تبقى مراته عماله لابسه عريان ويزعل قوي لو لقى حد بيبص عليها، طب ما انت اللي بتفرجها للناس، هو انت خارج بيها كده ليه؟ عشان تعرضها للناس، زي اللي راكب عربيه جديده كده وفرحان بيها عمال يفرجها للناس، انت نازل تتباهى بيها. تزعل ليه بقى ان حد يبص لها؟ معلش يعني. الا اذا كنت انت انسان مش طبيعي. قال ازاي برضو اللي تيجي تقول لها تحجبي ولا لبسها؟ انا لسه صغيره، هو الحجاب بيكبرك يا حاجه؟ مش فاهم. الحجاب ده ستره ليكي. انت بالظبط الواحده المتبرجه والواحده المحجبه. زي بالظبط كده قول عليها حته حلاوه كده لما تسيبها مكشوفه او اي حلويات كده لما تسيبها مكشوفه وتلم عليها الدبان. غير حلويات دي انت حاطط عليها كده سرفان او عينها في علبه محافظ عليها شتان، دي هتاكلها وهي لسه نظيفه، التانيه دي خلاص ما عادش لها طعم او باظت اساسا من كتر القرف اللي اتلم عليه. انت بالظبط واحده مبينه جسمك للناس خلاص خليت ايه لجوزك ولا انا مش عارف، او انت هتتجوزها ازاي؟ افار في الشباب يقول لك دي اللي زي دي يتمشى معاها محدش يتجوزها، دي مش بتاع الجواز، لان عارفين كويس او صالون من الشباب واحده المحترمه اللي تخاف على بيتها بتبقى ماشيه ملتزمه وماشيه كويس ومحافظه على نفسها، لكن دي دايما تبقى لابسه ومبينه مفاتنها معروفه ليه يا عم، دي مش بتاع الجواز دي ومش بتاع البيت دي معروفه دي الواحد يتمشى معاها يومين، مش ده اللي بيحصل؟ انا بقول واقع احنا بسمعه ما بين الشباب دايما، مش بجيب حاجه من عندي. بالله عليكم استروا بناتكم وحافظوا عليهم عشان حتى تكون قيمتهم غاليه، ما يبقاش خلاص سلعه رخيصه اللي رايح واللي جاي. انت مش هتربي بنتك السنين دي كلها عشان تفرغها للعالم واخرها هتكون سبب في دخولك جهنم. ودايما اعرفي كده اللي بيجي يخطب او اللي بيجي يخطب ابنك ولا بنتك علشان ان هي لابسه حاجه معينه يقول لك ده جاي بيخطب عشان حاجه معينه مش عشان طباعها، ودي مصيبه سودة. في فرق اما الواحد ياخد الواحده لطباعها ولدينها والجمالها مفيش مانع، بس جمال بما يرضي الله مش جمال ان هي تبقى بينا فتنة في الشارع. وبرضو بعيدها للمرة التالتة، حتى الواحدة المتبرجة مفيش مانع ممكن يكون مفيش عندها علم ترجع لربنا وتستهدى بالله وتدعي ان ربنا يهديها للحجاب. ان في ناس كتير مش ذنبهم ان اهاليهم ما وجههمش، مش ذنبهم يعني، بشوف ناس كتير فعلا ممكن يكون مش لابسه حجاب وما شاء الله عليهم في التربيه، بس نقص كتير نقص كتير قوي. الحجاب ده هو اللي بيكملك انت، الحجاب ده هو اللي بيخليك ملكه.
ممكن تكتر تنتقدني، وده بيقول ايه؟ اللي ينتقد ينتقد، بس يوم ما هتيجي يوم القيامة هتقول لربنا ايه؟ او ساعة لما هتيجي تموتي، يا ريتني كنت لبست الحجاب. بلاش حتة تخليها تتجوز، الجواز ده رزق زي اي رزق له وقته. في ناس بتتجوز عندها 20 سنة، ناس بتتجوز عندها 30 سنة، ناس عندها 40 سنة. الجواز ده رزق، والله مهما بينت من مفاتنها وهي برضو نفس الشخصية وهي محجبة، الوقت اللي هتتجوز فيه هنا والوقت اللي هتتجوز فيه هنا، بس شتان ما بين الجوازتين، شتان في فرق بين واحد هيبقى يجي يصونها عشان ان هي شايفها واحدة محترمة صاينة نفسها، بين واحد هو جاي بيتجوزها لغرض معين. وهتلاقي على طول وقت شهر شهرين، واكيد الناس فاهميني، خلاص في رجالة بتبقى من النوعية دي، طال اللي هو عايزه شيء معين وخلاص هيبدأ يدور على واحدة تانية ويتكلم واحدة تانية وتالتة ورابعة، لأن الشخصيات اللي زي دي بتبقى ما بتشبعش. نصيحة، خلي بالكم من بناتكم وراجعوا نفسكم. الأب والأخ والزوج والخطيب قبل ما تقدم على شيء زي ده وان انت ما تتابعش أهل بيتك، دي كارثة، دي كارثة. ارجع لربنا وفكر كويس قوي، عشان سواء انت خطبت، هتقول لي خطبت عند لسه عند باباها، وقت ما بقت مراتك يا حبيبي وزرها بقى عليك، خلي بالك من كده. الاخ وزرختك عليك، الاب وزرختك عليك، خلوا بالكوا يا جماعة، هتتحاسبوا هتتحاسبوا. اوعوا تفكروا ان الموضوع ده هين، هو فعلا في الدنيا محدش داري، بس هتيجي في الاخرة هتقول يا ريت اللي جرى مكان. ربنا يهدي لكم بناتكم يا رب، ويهديني ويهديكم جميعا ان شاء الله. واذا عجبكم الفيديو يا ريت شير ولايك وسبسكرايب. يومكم سعيد ان شاء الله. السلام عليكم.